السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله مع مدونة مهوس البيم هنتكلم عن برنامج جديد اسمه برنامج فازيري. احنا فضلنا سنين شغالين كاد والناس تاني سبقانا بمراحل وشغالة في الريفت. طيب دلوقتي احنا بدأنا الحمد لله نشتغل في الريفت، بنبدأ نحط أول رجلنا على الخطوة في الريفت اللي أنا فيه كذا برنامج نزل، فبنحاول نتعلمهم مع بعض واحدة واحدة. في مدونة مهوس البيم اتكلمنا عن برنامج كوانتيك أوف الحصر، اتكلمنا عن برنامج النفس وركس اللي هو ممكن نربطه بأي برنامج من البرامج إدارة المشاريع زي ام اس بروجكت، زي برنامج البرومافيرا، بحيث ان انا اشوف المشروع في فيديو وهو بيتعمل. في برامج كتيرة مجدولينها بحيث ان احنا نتكلم عنها واحدة واحدة. النهاردة ان شاء الله ميعادنا مع برنامج فازيري. الناس اللي شغالة في موضوع الليد بيحبوا برنامج الفازيري ده قوي. هو مهمته ايه؟ هو بيعمل لي تحليل للمنشأ بحيث اشوف هيستحمل قد ايه، لو حصل رياح هيستحمل قد ايه، ان شكل اللي ممكن استخدمه احسن يوفر لي طاقة، لان ممكن مجرد ان انا احرك المبنى سنة او اعمله سنة يوفر لي طاقة رهيبة جدا، يوفر لي في التكييف بتاع المبنى. فهو برنامج بنبدأ بيه الشغل قبل ما نشتغل على اي برنامج تاني زي ريفت او الاوتوكاد او اي برنامج تاني. يعني ده يعتبر مرحلة اولى. في برامج تانية كتيرة منافسة ليه، بس ميزة برنامج الفزاري ان هو اصلا يعتبر معتمد تماما على الريفت. يعني حتى لما تبص على الواجهة، لا يا عم ده مش برنامج فزاري، ده برنامج الريفت. يعني حتى نفس الخصائص هيت، نفس البروجكت براوزر، نفس الحاجات اللي ببدأ اظبط منها الوحدات، بظبط منها الكرسي والميديم والفاين، بلاقي هنا 3D فلور، بلاقي الشمس، بلاقي كل حاجة، مفيش حاجات غريبة. حتى لما نيجي نشوف الماس هنلاقي الماس نفس الحاجات اللي بقى اعملها في الريفت. ده الاكتر بقى من كده ان انا لو جيت هنا وقلت له ستارت تاسك مانجر على اساس ان انا اطفي حاجه، لما باجي مثلا على برنامج الفزاري ودوس كليك يمين واقول له ايه جو تو بروسيس، بلاقي ان هو اصلا ريفت دوت اكس اي. يعني هو اصلا معتمد على برنامج الريفت، تمام؟ يعني النواه اصلا بتاعته هي برنامج الريفت. طيب لو قلت له اوبن، تعال نشوف الامتداد بتاع الفزاري ايه، بلاقي حاجه عجيبه قوي ان الامتداد بتاعه ار في تي و ار اف اي. يعني الامتداد بتاعه برنامج الريفت والفاميلي بتاعت الريفت. يعني ايه استفاد ايه من كل الرغي ده كله؟ استفاد ان انا ممكن اعمل الشغل بدايته على الريفت واجي هنا اعمل التحليل. يعني جبت الريفت وفتحته هنا، اخش على اناليز وابدا اقول له طب اعمل لي كوتكت ويند، اعمل لي كوتكت ويند روس، اعمل لي كوتكت سولار، ابدا اعمل لي كل التحليل اللي انا عايزها اناليز. في بعض الزرار البسيطة في التحليل دي موجودة في الريفت هنا بيديني إمكانيات أكتر للمبنى. ممكن أبدأ الشغل هنا، يعني أبدأ هنا أقول له موديل وأبدأ أرسم الماس. تمام، بعد ما رسمت الماس أخد الشغل ده أروح أحطه على برنامج الريفت، أخد الماس دوت وأحطه على برنامج الريفت وأقول له إيه حول لي الماسنج دي لول، زي ما إحنا شفنا إحنا بنعمل الموضوع ده في الريفت بسهولة جدا. طيب أقول له كرييت ماس ونشوف ازاي بنشتغل عليه. بقول له كرييت ماس، بيجيب لي بيقول لي ارسم الشكل اللي انت عايزه. بقول له مثلا هرسم الشكل دوت وابدا ارسم اي شكل. تمام اهو. طيب انا دلوقتي رسمت ده 2D، عايز احوله ل 3D. ممكن اقرب منه كده، هو كده علم على الخط واحد. لا انا هقرب بس مش هدوس كليك، ادوس تاب الاول من الكيبورد وبعد كده ادوس كليك شمال، جاب لي هنا الشكل دوت. ممكن اقول له كرييت فورم واروح محولها لشكل 3D، او ان انا اسحب السهم ده لفوق مثلا. تمام، ممكن اجي على اي جنب من الجوانب، لو وقفت هنا كده انا معلم على الخط، لو دخلت جوه الشكل كده انا معلم على جانب من الجوانب. اقول له لا الشكل ده مثلا حركوا لي اللي جنب شويه، حركوا لي خليه بارز شويه. ماشي، ممكن ابدا ارسم اي شكل هنا. يعني ايه؟ اقول له ست واقول له مثلا عايز كل الشغل يبقى هنا. يعني لما هاجي ارسم دوريه مش هترسم على الارضيه، لا هترسم على الجانب ده. فانا دلوقتي مثلا رسمت الدوريه، ماشي اهو، واقول له ايه الدوريه ديت عايزه مثلا تبقى بارزه شويه. فانت شايف ان انا اعدل في الشكل بسيط جدا وسهل. ممكن اقول له دي انا عايزها مثلا، ممكن اعمل لها روتيت مثلا. تمام اهي، يعني اي حاجه انت عايز تعملها هتلاقي انها تتعامل معاك بسهوله جدا. انت يعني الناس اللي اشتغلت على سكتش اب او اشتغلت على الاوتوكاد 3D هتلاقي الموضوع سهل وبسيط، وحتى لو ما اشتغلش حاجات بسيطة جدا. وان شاء الله هنشرحها كلها بإذن الله، والله المستعان.
تمام، فبقول له فينش ميس، خلاص دي كده الماس بتاعتي، ده كده شكل اللي انا عايزه المبنى. طبعا ده شكل اهبل وعبيط، بس ايه، مجرد بس كنموذج لحد ما نبدا نعمل المشروع حقيقي. تمام، ممكن بعد كده بقى انالايز، اقول له طب اعمل لي تحليل للويند. تمام، في بعض الحاجات بيستلزم ان انا ادخل على النت. ماشي، طيب تعال نشوف الشكل هنا، او بدأ يعمل لي الرياح. ممكن اعدل في الرياح، اقول له لا طب انا عايز اشوفها، كبر لي السرعة، انا غير لي الزاوية، ممكن اغيرها حتى من هنا. فشكل هنا تحس ان هو حاجة راقية وحاجة جميلة جدا، احسن من البرامج التانية. ممكن اقول له عايز اعدل البوزيشن، عايز اعدل الانيميشن، بدل ما بالشكل دوت عايز اخليها فورورد مثلا. فتلاقي سهل ان انا اعدل فيه واشوف التقارير بتاعته. يعني كلمة ثقة مني ان شاء الله. برنامج روعة، برنامج روعة. وفي برنامج تاني، برنامج الايكوتكت، وكان جميل بس الشركة وقفته، ما اصدرش منه اصدار بعد ايكوتكت 2011. هو ده اللي الشركة بتطور فيه. هو نزل منه في شهر 4 2013، نزل منه فزاري 2.5. انا ما اعرفش الفيديو ده تسمعوه امتى، ممكن تسمعوه مثلا بعد 50 سنة، تقولوا ايه الواد المتخلف اللي قاعد هنا. هو 50 سنة ايه ده، هي كلها سنة وتلاقي الحاجات بتتطور، تقولوا ايه الحاجات المتخلفة اللي انت بتتكلم فيها دي، ده احنا خلاص بقى الموضوع كله بيفكر بدماغنا، مفيش لا ماوس ولا كيبورد ولا الحاجات اللي انت معقدنا بيها وعمال ترغي فيها. تمام، بلاقي هنا ميكانيكس مانج، ببدأ اعدل الخصائص بتاعتي. يعني ممكن تخش تظبط اليونت، ايه ده، اقول ايه، ما كلها نفس الحاجات اللي موجودة في الريفت. يعني مش محتاج ان انا ابدأ اتعلمها، لا هتلاقي نفس الحاجات اللي موجودة في الريفت. الادنس دي بتلاقي فيها بعض الادوات اللي انا بحطها عشان تديني امكانيات. يعني ممكن تكون انت مثلا عايز تعمل تحاليل البراكين مثلا، ولا ان هي مش موجوده هنا، ابدا احط الحاجات، ازود الحاجات هنا. ادنس موجود فيها ادنس كتير ببلاش على موقع اوتوديسك. امر موديفاي نفس الاوامر اللي موجوده. تمام، ان شاء الله في الدروس اللي جايه هنبدا بقى نشوف حاجات بتفاصيل اكتر ان شاء الله. تابعونا، اخوكم عمر سليم.